السلام عليكم. اليوم وجدت لكم واحد الأكلة سريعة وبنينة كتجي خطيرة في المذاق بالبانتاكوس على شكل كورني. خليكم معايا باش نوريكم طريقة تحضير. ورمضان مبارك سعيد. أول حاجة كنشتو بانتاكوس ديالنا، كنقطعوه على 4 كما كتشوفوا معايا، كل واحدة كنشكلو بها على شكل كورني وكنلصقوها بالماء والطحين. بالنسبة للحشوة كتبقى اختيارية، اختاروا الحشوة اللي كتعجبكم. بالنسبة لي انا اختاريت صدر الدجاج مقطع طريفات، شحرتهم في الزيت مع بصيلة ومليحة والابزار وقليل من الثوم. كنزيدو ليه معلقة كبيرة ديال القزبور ومعدنوس وواحد وقليل من الموزاريلا. موزاريلا حتى كطيب لينا مزيان عاد كنزيدو الموزاريلا ديالنا. ودابا غادي نعمر الكورني ديالنا. اول حاجة غنشد صوص اندلسي، انا كيعجبني هاد لاصوص، كنديرو بهاد الطريقة. كنزيد عليه فخوماج موزاريلا ومن بعد كنزيد الحشوة ديالنا والاخير كنغطو بفخوماج احمر. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة بالتفصيل. ودابا غادي ندخلوهم الفران غير نشوفوهم تحمروا لنا ونخرجوهم. انا خرجتهم من الفران، الصراحه كيجيو لذاذ بزاف وكنصحكم انكم تديروا تجربوهم وما غتندموش عليهم. وبصحه وراحه.